ألا حب لا والو. حنا أيام ديالنا يا حسرة على الحب. إي والله ما هادو إلا يلعبونا غير يلعبونا هنايا، ما كيعرفوش راسهم شيء، هم عليهم هادو. إي والله إي والله غنقول لهم هادسي كاين صح ماشي ما كاين صحسي، بس غير سويست الصبر. حنا عندنا ناس في العائلة تزوج غير فيسبوك، دابا تبارك الله في وليداتو وبحفايضهم. إيوا غنقول لهم بهالمنبر عندي عزازين وكنبغيكم يخليكم ليلي. كاين بعد ما رسمي كنكون فاتحة فيسبوك يجوني بعض المساجات كنجاوبهم بالحق حتى واحد مابقى في كلمتو. دابا أنا ماما معرفاش بلي أنا كنهضر في فيسبوك ياك، وكنخاف زعما شي نهار تحصلني واخا متبقاش تصورني خايف. قالوا الناس زمان ان الحب كان كيجي من اول نظره، ومع تطور الوقت التكنولوجيا ولينا كنشوفوه كيجي من اول ميساج. الحب عبر الانترنت هو حد ظاهره منتشره في المجتمع ديالنا بزاف، سمعنا عن امثله ناجحه منه وكذلك امثله فاشله تثبت في كوارث وبعض الاحيان صدمات بالفيسبوك او بالاحرى زواج الفيسبوك او السوشيال ميديا بين مؤيد ومعارض. اذا اجي معي نشوف الاراء ديال الناس في هالقضيه. فيسبوك ربطوا لك بواحد المثال، خلينا نقول لك تصاد الحوت في واحد الواد واد الحار. ما تكشي ماشي حقيقي كما قال السيد الشيوامي. راه شويه كنا على شي شوفه وقعت لك في فيسبوك. وقعت لي بغيت كنهضر مع وحده وفي الاخر تجبروا خا انا كتجبروا صاحبي واش مدي الله يلا كتجبرك مي كد مي كتجي مع المهم غنقول لك تعمل مع شي موعد تعمل مع شي موعد تلاقاها كتجبرها ماشي بنت. ايوا وفي هذاك الشيء وهمي كما قال السيد هذا اللي شي كامل بس. ايوا عمرك ما صرتي شي مساج شي وحده؟ لا قلتي لها جبتيني نجبج بك بحال هيك. لا الا ما تشتاشي في الزنقه وعطاتني اخر ديالها ما نقدرش ندخل عليه. لا شنو ندير خصها هي خصها تعطيني. طيب يلا بقى اتكل على الله عشان الليلات يتعدى على خير. انا كيجيو بزاف ديال الصدمات. في حال نقول لك الصدمه هي مثلا الكذوب، انا مثلا كتجبر بنت كتقول لك انا كيعجبني الشخصيه ديال الانسان كيعجبني شي مظاهر ديالو المهم مظاهر وكذا كيعجبوني شي ولكن كتعجبني الشخصيه. انا كنفكر بعيد ما كرهتش حتى انا نمشي نكون في حال اوروبا اذا بيكالا نمشي نريح في الربيع، ولكن في الواقع لا لا في الواقع لا كتقول لك فين جيتي في التاكسي في الطوموبيل. انا ما عمري حبيت المرضيه ديالي. حبيتيه عمري؟ عمرك وقعت شي ميساج مع شي بنت؟ لا كاينه وقعت لي. شنو سرطتي لها؟ المهم سرطتي لها كل شيء. سلام صافا المهم كل شيء وقعت لي خصك تلاقاني تلاقيتها المهم مجرد صديقه وصافي. المهم تلاقيتها وتهضرنا انا وهي ومشات في حالها انا مشيت في حالي. لا والو مع المده ما تلاقيتهاش مع المده الاوليه والاخرى هي ما تلاقيتهاش هذه. ايوا شكرا شكرا نعم انها المخدرات. شنو قلتي حب سيغ فيسبوك؟ انا بالنسبه ليا زعما شي حاجه اللي هي فيرتوال ماشي شي حاجه اللي زعما واقعيه. دونك لا بيرسون اللي غتعرف سيغ فيسبوك ما تعرفش شكون هي ما تقدرش تعرف واش فريمون سي لا بيرسون اللي كاينه في لي فوتو ولا ديك الشيء. و سي تري رار زعما فين تقدر تكون هذيك لا بيرسون اللي كتهضر معاها ريال. دونك انا جو بريفير زعما سي اون بيرسون فا شيرشي لامور de préférence si c'est si son femme ou là une personne qui sait déjà ou là en contact avec un humain mais par un réseau social tu les belles بل الحب في الفيسبوك بالنسبة ليا كنقول زعما سا اكزيست تيكون واخا فيرتيال وزعما ما كتشوفش ديك الشخص ولكن ملي كتهضر معاه تتولف به شويه كيكون الحب واخا ما شتيش ابخي كيكون كتلاقى معاه يقدر يكون عنده شي نتيجه ايجابيه لمالا سلبيه وي تقدر موقف هكا
موقف لا. اغرب ميساج جاني، اغرب ميساج شحال هادي ما جاونيش لي ميساج اطلاقا. يا ضنايا. لا لا، ما كان ديك اللي عندهم بحال اللي كيقولوا اسماء مستعاره، ما كان اجوتيهم شي، وما كان صارد لهم شي لانفيتاسيون، فهمتي؟ يعني انسان الا شفتو هيدا بحال اللي كنشوفك دابا نقدر اجوتي، الا ما فهمتي، الا كان شي واحد هيدا ما قدرش، فهمتي؟ حيتاش كيوقعوا، فهمتي، بزاف ديال كيوقعوا مشاكل، كيوقعوا ابتزازات، فهمتي؟ يعني انت كتعرف فوتوشوب وكتعرف هاد الشيء اللي واقع دابا، فهمتي؟ كيوقعوا كيضحكوا على الناس، فهمتي؟ حيت فانا في فيسبوك ديالي ما كنديرش لي فوتو ديالي بزاف، لا فوتو دو كوفرتور ديجا دايره برادر دونس ادمي، عندي غير لا فامي، غير لي زامي لي مو تري بروش كيشوفوني ديما، ما جو با كونفيونس صراحه فهاد الشيء ديال لي ريزو سوسيو. علاش لا؟ الا جبتها علاش لا؟ لا والو، ما عنديش تجربه، ولكن الا جبت الدنيا هانيه. عمرك تعرف شي وحده فيسبوك تلاقيتي خدمتك ولا شي؟ يعني خايبه ولا كدا؟ انت كتصور لي التصاور ديالها عاد كنتلاقاها. كلارو فوتوشوب دابا رجع سيلفي وديك دا، يا كنهضر معاه في فيديو معلم بينكم. ما صالحاش و ما بقيتش مشيت لي مشيت لك قلت لك العلاقه ما كتكملش، العلاقه ما تكونش ماشي. لا ما عنديش تجربة. لا شي حدا صادف لك في الفيسبوك؟ بزاف شي تجربه تلاقيتي باش نوقف اكسين داك الشيء ما تيطولش شي مره صدمتي شي وحده جبتي امشي التصويره بزاف عادات عادات ولست تكون هي كبيرة تقول لك عندي 18 ولا 20 عام تصدق عندها 30 عندها 30 عام صارت 30 عام 50 لا مرة أخرى لا تنتلاقى تندير معها ثاني مرة أخرى صافي مزيان. أنا عايز جملة مفيدة، قول لي جملة مفيدة عشان أفهمك. ما جو فو با كو سي فري و جو فو با كو سا بو مارشي كاع. عمرك تحتي شي ميساج عليك قال لك مثلا عجبتيني بغيتك؟ كاينين ولكن ما جو ريبون با، ما كيفاش نعجبو إذا ما كيعرفنيش؟ بغيت نتزوج بيك ديريكت ما فوالا جربتو عملت بزاف ديال العلاقات على الفيسبوك وتقريبا كانوا كاملين فاشلين بعض المرات بعد واحد مرة واحد الصديق ديالي تقمص واحد الشخصية ديال واحد البنت و يعني بقى كيهضر معايا كيقول لي فهي انت مزيان باش نتشوفوا هذه ما هذه ماشي انا بوحدي ونصب على واحد بزاف ديال الناس وكاملين سقطنا في الشباك ومهم في الاخر ما يتفاجئناش برنا ما بقاتش عندنا الثقة في الفيسبوك بصفة نهائية. غراب ميساج كاين بزاف ديال الميساجات اللي جاوا غرابين فحال واحد كتهضر معاه اون فوا كيبلوكيك يعني بلا ما توقع انت كتبلوكا كتقول راسك غير مبلوكي ربما كتكتشف شي حقيقه وديك الحقيقه كتكون مره ما تقبلاتهاش وكتبلوكي باش يعني ما تتماداش في هاد هاد الحديث هدايا الكونس اللي كان حاط في لاباج ديالو ولا شي حاجه كانوا اكزاكت والطرف الثاني عاود كدير كوميسال وكانت النيه صافيه راه غتكون شي حاجه شحال من تجربه ايوا التعارف ديالنا كان عادي كان وقع واحد عند باك فلاش
ماشي شي حاجه زعما عادي في واحد ان جروب وتعرفنا على بعضياتنا صافي. كنت دايرين واحد مسابقه ياك، واحد المسابقه في واحد الشركه، وكان خصموا كونط يكون فيه مينيموم واحد 100 درهم، وهي تسولني دخلت عندي وسولتني واش عافاك تقدر تعطيني كونط ديالك واحد 6 ولا 5. قلت لها انا لا راه ما يمكنش نعطيك انا كونط ديالي. صافي تما بدا النقاش بيناتنا صافي تزوجنا. تزوجوا تبارك الله. شحال دابا عندكم زوج؟ دو موا ايدمي. وصلنا لنهاية الحلقة، ما تنساوش تاتوما تشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم على صفحتنا على فيسبوك طنجاي.ام. نتلاقاو حلقة جديدة، باي باي.